الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون مستقبل في العنوان. برج البراجنة تلملم جراح التفجير الإرهابي المزدوج، حمود يعلن أن العملية نفذها انتحاريان، وصقر يقول أن الوعي الأمني أنقذ الشمال أيضا. اجتماع وزاري أمني في السراي، وسلام يؤكد أن جريمة الضاحية أدمت كل لبنان، داعيا لمزيد من التنسيق الأمني. قوات البشمركة تحرر سنجار من تنظيم الدولة، وداعش يعدم عناصره الفارة من المدينة. من دون كلل تواصل الفرق الأمنية واللوجستية مسح ساحة جريمة التفجير الإرهابي المزدوج في برج البراجنة ورفع الأدلة والأضرار عنها. وهو التفجير الذي نفذه انتحاريان وفق ما أكد مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، الذي تفقد المكان مستبعدا وجود انتحاري ثالث، بينما تحدث مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر عن معطيات تفيد بترابط بين منفذي الجريمة والشخص الذي أوقف أمس في الشمال وهو مجهز بحزام ناسف، قائلا إن الوعي الأمني حمى الشمال من عمل مماثل. أهالي الضاحية الجنوبية استفاقوا على هول التفجيرين الانتحاريين اللذين أوديا بحياة 44 شخصا، وقد أنهت الأدلة الجنائية عملها لتبدأ التحقيقات وتحليل كاميرات المراقبة، في وقت تفقد عدد من السياسيين والأمنيين موقع التفجيرين مؤكدين ضرورة تضامن كل اللبنانيين في مواجهة الإرهاب، بينما بثت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحظات الأولى من التفجير. تقرير جوان نصر الدين. هنا حي السكي في برج البراجنة، قلب الضاحية الجنوبية. الموت هذه المرة جاء في دراجة نارية وانتحاريين. لحظة واحدة قلبت المشهد، حريق ودخان وزجاج يتساقط من الأعالي، شهداء وأنين جرحى وصراخ أهل هرعوا للبحث عن أحبائهم. لحظة واحدة أيقظت من كان نائما في المنازل المجاورة، وأخذت معها من كان يمر في هذا الشارع المكتظ، عابرو سبيل أطفال ونساء ورجال، موظفون وعمال، عشرات الضحايا لم تميز كتل اللهب القاتلة بينهم. قرب فرن مكي وقع الانفجار الأول، دراجة نارية يقودها انتحاري مزنر بحزام ناسف أنهى معه حياة مواطنين كثر. دقائق عدة أنقذ عادل ترمس أهالي الضاحية من مجزرة أكبر، حين اشتبه بانتحاري ثان يريد الدخول إلى مسجد الإمام الحسين فحاول منعه، ما دفع الانتحاري إلى تفجير نفسه خارج المسجد. يروي الأهالي لحظات الرعب الأولى. هنا استشهد إبراهيم وقربه قضى نبيل، وفي هذه السيارة نجى الطفل حيدر واستشهد والداه. قصص مفجعة في كل مكان من هذا الشارع، ولكنهم يؤكدون أنهم صامدون والضاحية لن تركع. يعني عم بوقف السيارة ودوى أول انفجار، يعني لو تأخر ثانية صغيرة كنت بين الشهداء. منقول نحن المقاومة بتقوينا أكثر وأكثر، والحمد لله على اللي صار، والله يرحم الشهداء. يعني بعدنا لهلا مصدومين، ما نمنا، يعني أولادنا كانوا بالشارع، اللي عم بنازل على شغله، اللي رايح على الصلاة، يعني ما في ما توقعنا يعني هيك يصير. في مسرح الجريمة انتهت عمليات المسح الميداني، ودخلت الجرافات التابعة لبلدية برج البراجنة إلى شارع الحسينية لإزالة الأضرار، فيما تفقد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر موقع التفجيرين، يرافقه مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، مؤكدا أن وعي الأجهزة الأمنية أنقذ طرابلس من تفجير مماثل. تم تفجير إحدى الدراجات النارية، كانت مجهزة بسبعة كيلو من المتفجرات، وهي هذه المتفجرة هي اللي سببت الأضرار الكبيرة وعدد كبير من الشهداء. والمتفجرة الثانية كانت كناية عن حزام شخص انتحاري فجر حاله بحزام أمني هو لابسه. الشخص يلي ألقت شعبة معلومات القبض عليه بطرابلس،
في احتمال كبير يكون على ارتباط مع الاشخاص اللي هون. القاضي صقر أعطى تعليماته إلى الأجهزة المختصة بتسليم الجثث المكتملة والتي انتهى الكشف عليها من جانب الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية إلى ذويها، في وقت تفقد عدد من السياسيين شارع الحسينية مؤكدين ضرورة التكاتف بين جميع اللبنانيين في مواجهة الإرهاب. كلنا معنيين اليوم مع بعضنا البعض كلبنانيين أنه نعزز منطق الحوار بيناتنا وننتبه أنه هذا التحدي هو تحدي وجودي له علاقة ببقاء لبنان، بقوته، بمناعته، بمواجهة اللي عم بيصير بالمنطقة، وبالتالي بيتطلب منا نترفع عن كتير من الخصوصيات، كتير من الحسابات السياسية الضيقة. مثل الفلسطينيين هني أهلنا، يجب أن نتعاطى معهم على هذا الأساس. موقف الإدانة الفلسطينية اللي صدرت امبارح واليوم كتير مهمة، يجب أن نركز عليها. لما شافوا أنه هناك محاولة للتسوية، هناك محاولة للتقارب ولإيجاد حلول على الساحة اللبنانية السياسية، فجروا غضبهم. هذه الدماء كلها قرابين لوحدتنا ولتضامننا ولإخوتنا. أنه نحن اليوم نحن في حرب حقيقية مع مسخ كبير اسمه داعش. اليوم مشروعه هو مشروع ظلامي يستهدف كل الناس. غدا يوم جديد، يقول الأهالي الذين سارعوا إلى تفقد الأضرار التي لحقت بمنازلهم وبمحالهم التجارية بعد فتح الطريق، رافضين أي محاولة لزرع الفتنة مع أي منطقة في لبنان. مفترض عن جد كل الشعب اللبناني يتكامش، ياخذ قلعة وحدة عن جد فعلا هيك، وإلا نحن للهاوي رايحين. هول جماعة تكفيرية، يعني لازم نحن نحاربهم، لازم ندبحهم، لازم نجيبهم من بيوتهم. ابن طريق جديد يفوت لهون، وابن الضاحي يفوت على طريق جديد. عم بيستهدفوا كل العالم، ما عم بيستثنوا حدا بالمره ابدا. سني شيعي كله. انا فلسطيني وساكن هون، ربيان هون. وحدادا على ارواح الضحايا، نكست قوات الامم المتحده العامله في لبنان اليونيفيل اعلامها في سابقه هي الاولى في تاريخها منذ قدومها الى جنوب لبنان عام 78. وفي مستشفيات الضاحية الجنوبية بلغ عدد الجرحى 239 شخصا، غادر عدد منهم بعد معالجة جراحهم الطفيفة، بينما بقي آخرون بسبب جروح بليغة. تقرير غنوة أبو دلة. إلا شو صار؟ ماما وبابا شو صار فيهم؟ هلا أنت كنت معهم؟ وين كنت قاعد؟ ماما. هذا الطفل الذي لم يعرف حتى أن يلفظ كلمة انفجار حرمته يد الإرهاب من حضني أمه وأبيه. دموع البراءة هذه كيف ستنسيه وجعا سيحمله طيلة حياته؟ فمشهد احتراق والديه أمام عينيه الصغيرتين سيبقى محفورا في داخله. ليلة الانفجار قال أنا ماما كانت أخذني زلمة من إيد ماما، وماما كانت بتعبط فيي، بس هو أخذني لإلي وما أخذ الماما. وبعد جولة ميدانية على المستشفيات سمعنا روايات كثيرة من جرحى كانوا شاهدين على لحظة وقوع المصاب الجلل. حدا المحل عنا فجأة بيجي واحد بيحط الشنطة على الأرض بيفتحها فتحة صغيرة بتشرقت شرقتها، بيقرب صوب المحل على نص الواجهة بيفتح وبيكبس. هؤلاء الذين يتحملون ألمهم لم يهز الإرهاب عزيمتهم على الاستمرار والثبات. بحب أقول يا ريتني رجعت شهيد، وبعد في 8 غيري بالبيت يا ريت بيرجعوا شهداء. إلى 44 ارتفع عدد شهداء تفجيري برج البراجنة، فيما عدد الجرحى بلغ 239 شخصا بينهم أطفال. وصل 47 جريح و10 شهداء. من ال 47 جريح في 11 اللي بقوا بالمستشفى، أربع منهم حالتهم اضطروا يعملوا لهم عمليات ووضعهم مستقر اليوم، حالة واحدة بس بعد كريتيكال يعني بالآي سي يو. أهالي الشهداء وجرح الانفجارين في حالة يرثى لها حزنا على من فارق الحياة وقلقا على مصير من يصارع الألم. من الضاحية الجنوبية لبيروت، غنوة أبو دلة، تلفزيون مستقبل. رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أعطى توجيهاته لمسح سريع لمكان التفجيرين والوقوف عند حاجيات المواطنين، ولفت خلال ترأسه اجتماعا وزاريا أمنيا إلى أن هذه الجريمة أدمت لبنان من أقصاه إلى أقصاه. التقرير لربيع شنطف.
بدقيقة صمت على أرواح شهداء التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في برج البراجنة استهل الاجتماع الوزاري الأمني الطارئ الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومي. الرئيس سلام أكد أن هذه الجريمة الهمجية لم تدمي منطقة بعينها أو طائفة بعينها، وإنما أدمت لبنان من أقصاه إلى أقصاه، وقال إذا كان قد بدا لوهلة أن الموجة الإرهابية قد انحسرت فإن ذلك قد حصل بفضل وعي ويقظة وجهود الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التي أحبطت محاولات عدة لضرب لبنان بطرق مختلفة وفي مناطق متعددة. وشدد سلام على أن ما جرى يجب أن يكون دافعا للمزيد من التنسيق بين الأجهزة الأمنية ورفع مستوى اليقظة لرد الأذى عن أهلنا في جميع المناطق. بعد ذلك استعرض المجتمعون آخر ما وصلت إليه التحقيقات الأمنية والقضائية في العملية الإرهابية، واستمعوا إلى عرض مفصل للخسائر المادية والإنسانية، وقرروا الاستمرار في الإجراءات الأمنية المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على أصحاب المخططات الإرهابية. وبعد انتهاء الاجتماع اكتفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المصنوق بالقول ان الامور ستسهل على المستوى السياسي بعد هذه الجريمة، فيما كشف وزير العدل اشرف ريفي انه اقترح احالة التفجيرين على المجلس العدلي، لكن الامر بحاجة الى جلسة لمجلس الوزراء. وفي هذا الإطار اعتبر وزير الصحة وائل أبو فعور أن الاستعاضة عن الاجتماع الوزاري الأمني على أهميته لا يمكن من إعفاء مجلس الوزراء من الانعقاد. من جهة أخرى تلقى رئيس سلام سلسلة اتصالات تعزية، بينها اتصال من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي عبر عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي مبديا تضامنه مع لبنان حكومة وشعبا، كما اتصل معزيا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي لاحظ أن المكان الذي وقعت فيه الجريمة يظهر أن المخططين أرادوا زرع الفتنة بين اللبنانيين والفلسطينيين، معربا عن تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب اللبناني في معركته مع الإرهاب. رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي أثنى على التلاحم السياسي بعد الجريمة المزدوجة في الضاحية الجنوبية أعطى توجيهاته للسلطات الأمنية والقضائية لمتابعة عملها بشكل حثيث على الأرض، كما دعا الهيئة العليا للإغاثة للوقوف على حاجيات الناس. من السراي الكبير، ربيع شنطف، تلفزيون مستقبل. الجريمة الإرهابية لاقت ردود فعل محلية ودولية أكدت على دعم أمن لبنان واستقراره في مواجهة الإرهاب. سلسلة من ردود الفعل المستنكرة والشاجبة للانفجارين الإرهابيين اللذين استهدفا منطقة برج البراجنة. الولايات المتحدة الأمريكية عبرت عن قلقها للتحديات الهائلة التي لا يزال يواجهها البلد، مؤكدة دعم السلطات اللبنانية والوقوف في مواجهة الإرهاب. من جانبه أبرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس نبيه بري معزيا، ومؤكدا استعداد موسكو للتعاون مع بيروت في مكافحة الإرهاب. الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون شدد على دعم المؤسسات اللبنانية ومن بينها القوات المسلحة وأجهزة الأمن للحفاظ على أمن لبنان وشعبه. تركيا أشارت إلى أنها ستستمر بدعم الدولة اللبنانية من أجل السلام والاستقرار والأمن في هذا البلد. عربيا أكدت جامعة الدول العربية تضامنها التام مع لبنان في مواجهة الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة. فيما عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان علي عواد عسيري عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي. محليا دعا الرئيس ميشيل سليمان إلى عدم الاتكال على الخارج وتأمين المظلة اللبنانية لتفويت الفرصة على الإرهابيين، مؤكدا أن عودة المؤسسات إلى طبيعتها تبدأ من القصر الجمهوري لأن رأس السلطات كفيل بتحمل أوجاع الجسد اللبناني. النائب بهي الحريري اعتبرت أن اللبنانيين اليوم أمام اختبار جديد لوحدتهم في مواجهة هذه الجريمة الإرهابية النكراء، وهو ما يتطلب أعلى درجات التضامن والتماسك وإنهاء الشغور الرئاسي. مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان دعا إلى وحدة اللبنانيين مسلمين ومسيحيين وسنة وشيعة وللالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية. من جهتها نبهت الجماعة الإسلامية إلى وجوب الحذر لعدم الانزلاق إلى مهاوي الفتنة وترجيح صوت العقل. السيدة نازك رفيق الحريري توجهت بالعزاء من الشعب اللبناني عموما ومن أهل الضاحية الجنوبية خصوصا، وقالت إنه مصاب جلل هز الوطن أجمع، سائلة الله أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع الرحمة والمغفرة ويمن على ذويهم وعلينا جميعا بالصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء الجرحى.
وتضرعت عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لله عز وجل أن يسرع في كشف حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء لبنان الذين سقطوا دفاعا عن الوطن وعن أمنه وسلامة أهله وأراضيه حتى تتحقق العدالة وينال المعتدون جزاءهم. عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر دان بدوره العمل الإرهابي الذي ضرب الضاحية الجنوبية، وشدد في حديث لبرنامج كلام بيروت على أن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل فعال على ضبط الخلايا الإرهابية، لكنها بحاجة لتعاون أكبر بين بعضها البعض وبينها وبين الناس. الإرهاب هو الإرهاب، والإرهاب يعني والجرائم الإرهابية أنا ما وقعت فيها تطال اللبنانيين كلهم، سواء وقعت في الضاحية ولا في طرابلس ولا في صيدا ولا في أي مكان. يعني فالتضامن في الحياة الوطني هو الأساس بمواجهة الإرهاب، بأنه موقف الرئيس الحريري موقف تيار المستقبل موقف كتلة المستقبل كان دائما بإدانة الإرهاب وعدم أعطائه أي تبرير، فهذا مش موقف مستجد. اللي صار بالأيام الأخيرة هو تسوية سياسية كبرى، يعني كان وصل البلد بكل أسف على حافة الهاوية. ما في شك أنه الخطوة والحركة اللي عملها دولة الرئيس سعد الحريري كانت حركة إنقاذية كبرى. طبعا الأمر هذا كمان نقول لنكون كمان نحن منصفين أنه كمان هذا تم بالتعاون مع الأفرقاء آخرين الحقيقة، يعني كمان تعاونوا على إنقاذ هذا البلد. ما في شك أنه موقف الرئيس سعد الحريري بالنسبة لموضوع حساس جدا حسم هذا الأمر وأعطى نوع من الطمأنينة بالتعهد اللي أطلق. خلينا نعتبر هيدي اللي صار باليومين ثلاثة إنه هذا مدخل إن شاء الله لحلول ولتسوية أكبر على المستوى اللبناني. وحدادا على أرواح ضحايا التفجيرين الإرهابيين في برج البراجنة، أعلن تيار المستقبل تأجيل الاحتفال بافتتاح مدرستي باب التباني الأولى والثانية بهبة منجزة من الرئيس سعد الحريري، والذي كان مقررا يوم غد السبت إلى موعد يحدد لاحقا. اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أن هناك رابطا بين استعادة الجنسية اللبنانية ومحاربة الإرهاب، لأن نموذج لبنان مضاد لداعش، مؤكدا أن قانون استعادة الجنسية هو حق وحاجة. وفي مؤتمر صحفي دعا باسيل وزارة الداخلية أن تزيل العوائق أمام كل ما يريد أن يتقدم بطلبه وأوراقه الثبوتية لاستعادة جنسيته اللبنانية. كبير علينا نحن كوزارة خارجية نطلق هالورشة الوطنية يلي من خلالها علينا نوصل لكل الناس ونشجعهم أنهم يقدموا معاملتهم. في اثنين وزارة الداخلية يلي عندها المسؤولية الكبيرة بأن نشيل الحواجز من قدام كل واحد اليوم بده يتقدم بالطلب، وصير يعرف انه اذا بده يتقدم بطلب جنسية وهو مستحق وكل اوراقه الثبوتية موجودة بيقدر يحصل على هذا الحق، وما يطفي عنا يعني حواجز لا ادارية ولا غيرهم بعد اكرار هالقانون. بعد الفاصل تتابعون. القنابل الفوسفورية سلاح جديد لاجرام النظام السوري. في تطور لافت في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، حررت قوات البشبركة الكردية مدينة سنجار وتستعد للتقدم إلى تل عفر، وأعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني رسميا تحرير المدينة. وللمرة الأولى تعلن وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية موجودة بميدان المعركة وتوجه برا الضربات الجوية ضد مسلحي داعش. بعد هجوم كاسح وبفترة زمنية لافتة، بسطت قوات البشمركة الكردية سيطرتها على مدينة سنجار شمال العراق والقرى المحيطة، ودخلت أرتال القوات الكردية المدينة من ثلاثة محاور بعد فرار عناصر داعش. طائرات التحالف الغربي أغارت على آليات مسلحي داعش التي كانت تحاول الفرار من المدينة من الناحية الغربية. هذا التطور الميداني أتى بعدما تمكنت القوات الكردية من فصل سنجار من ناحيتي الشرق والغرب والسيطرة على الطريق 47 الذي يعتبر شريان الإمدادات لمسلحي داعش من سوريا. قوات البشمركة الكردية التي تلاحق فلول داعش سيطرت على عدد من المنشآت الاستراتيجية والمباني الحكومية، ومنها صومعة سنجار ومصنع للإسمنت ومستشفى. سنجار بدت من الداخل مدمرة في شكل كامل،
سيارات محطمة من بينها عسكرية كانت لمسلحي التنظيم، فيما يتواصل تدفق المئات من عناصر البشمركة إلى داخل المدينة سيرا على الأقدام. داعش من جهته قام بحملة إعدامات لعناصره الفارة من سنجار. من جهته صرح المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الكولونيل ستيف وارن أن تحرير سنجار يشكل خطوة مهمة لتحرير مدينة الموصل. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش العراقي عن بدء عملية استعادة مدينة الرمادي من متطرفي داعش، وقد انطلقت العملية من 3 محاور بمساندة القوات الجوية. قيادة عمليات نينوى قالت إن عملية تحرير المحافظة ستكون خاطفة. وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت مقتل البريطاني محمد أموازي المعروف باسم جون الجهادي بنسبة 99% في غارة أمريكية على مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا. من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا شاركت في الضربة، وفي حال تأكد نجاح العملية فإنها ستشكل ضربة في قلب تنظيم داعش. بدورها أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن أيام تنظيم داعش الإرهابي باتت معدودة. اشتهر أموازي بظهوره في مقاطع مصورة بثها تنظيم داعش لعمليات إعدام رهائن غربيين ذبحا. وذكر التقارير أن أموازي بريطاني ولد في الكويت وكان يعيش في غرب العاصمة البريطانية لندن. شنت طائرات روسية سلسلة غارات على محافظات عدة أسفر بعضها عن سقوط ضحايا من المدنيين. وأسهمت الغارات الروسية في دعم قوات النظام التي شنت حملة واسعة على بلدة الحاضر في ريف حلب الجنوبي، مما دفع قوات المعارضة للانسحاب منها ثم استخدمت تعزيزات لاستعادتها. وكأن المواطنين السوريين لا يكفيهم البراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية من نظام الأسد، فلجأ النظام الروسي إلى استخدام القنابل الفوسفورية. الطائرات الروسية استخدمت للمرة الأولى القنابل الفوسفورية خلال غاراتها على ريف إدلب، فأحرقت مساحات واسعة في المنطقة الواقعة بين جبل الزاوية وطريق معرة النعمان سراقب، ما أدى إلى وقوع ضحايا. ويتسبب الفوسفور في حروق في جسد الإنسان لدرجة أنها قد تصل إلى العظام. شمالا تواصلت المعارك العنيفة اليوم في الريف الجنوبي لحلب وسط قصف مدفعي استهدف المدنيين. وقال ناشطون إن المعارضة استخدمت تعزيزات كبيرة من فصائل جيش الفتح وشنت هجوما معاكسا بعدما سيطرت كتائب الأسد على بلدة الحاضر وعلى قرية تل هدي. وفي العاصمة شهد حيجوبر مواجهات عنيفة في محاولة جديدة لقوات النظام والميليشيات الموالية التقدم في بعض المحاور. وامتد القصف إلى الريف الدمشقي، فسقط صاروخ أرض أرض على مدينة دومة في الغوطة الشرقية، ترافق مع تنفيذ طائرات حربية يعتقد بأنها روسية 3 غارات على مناطق في المدينة. أما جنوبا فحقق الثوار تقدما ميدانيا في محيط سد سحم وبلدة حيط في ريف درعا الغربي، واستطاعوا السيطرة بشكل كامل على سحم الجولان. حمل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري رئيس النظام السوري بشار الأسد المسؤولية عن ظهور تنظيم داعش الذي اعتبره أكبر خطر إرهابي يواجه الجيل الحديث. وأوضح كيري أن الأسد رد على مطالب التغيير في بلاده بالقنابل، الأمر الذي أدى إلى ظهور داعش، وأصف الجرائم التي قام بها التنظيم بأنها مرعبة، كما أكد أن بلاده تأخذ على محمل الجد التهديدات التي أطلقها التنظيم باستهداف المصالح الأمريكية. غير أن الوزير الأمريكي شدد على أن التحالف الدولي ملتزم بالهدف المتمثل في القضاء على داعش، وأن التحالف يحقق مكاسب كبيرة في هذه المعركة ضد التنظيم المتشدد. تمكنت القوات الشرعية من اكتشاف متفجرات قرب مطار عدن جنوب اليمن، في وقت قتل عدد من المتمردين في قصف للتحالف قتل عدد من المتمردين في قصف للتحالف وكمائن في مدينة دمت بمحافظة الضالع جنوب العاصمة صنعاء. مدينة عدن التي حررتها القوات الشرعية قبل أشهر من قبضة المتمردين الحوثيين وميليشيات المخلوع صالح، دوت فيها صباح اليوم انفجارات قوية ناجمة عن اكتشاف مخزن أسلحة في أحد المنازل في منطقة المنصورة، في وقت تجددت الاشتباكات في منطقتي النقب وعسيلان بمحافظة شبوة، قتل خلالها عدد من المتمردين الذين يحاولون التمدد في تلك المناطق. إلى ذلك قتل وأصيب عدد من المدنيين في قصف لميليشيات الحوثي على أحياء سكنية في مديرية
موزع في وقت شنت مقاتلات التحالف العربي ضربات جوية على تعزيزات مسلحة حوثية قادمة من محافظة البيضاء في وادي نحر بمديرية بيحان بمحافظة شبوة. سكان محليون قالوا بدورهم إن الانقلابيين انسحبوا من مقر رئيسي لهم في سوق مدينة الحزم كبرى مدن محافظة الجوف عقب اشتباكات مع رجال قبائل سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين. هذا ووصلت قوات عسكرية كبيرة تابعة لقوات التحالف العربي وصفت بالضخمة إلى ميناء الزيت بمحافظة البريقة بعدن، حيث تضم القوة العسكرية عشرات المدرعات والدبابات. وقد توجهت مجموعة من هذه القوات إلى معسكرات التحالف في مدينة عدن، بينما اتجهت أخرى إلى القصر الرئاسي المعروف بقصر المعاشيق. استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها بالأمس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل. في غضون ذلك حاول مستوطن دهس 3 شبان فلسطينيين في بلدة بيت آمر شمالي الخليل. وفي تطور آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مواطنين من مدينة الخليل، كما اعتقل مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة رام الله والبيري. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون أن الجيش الإسرائيلي سيشرع قريبا في حفر خندق على امتداد الحدود مع قطاع غزة، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية. ويقول الإسرائيليون إن هذه الخطوة تسعى إلى محاولة منع المسلحين الفلسطينيين من اجتياز الحدود والدخول إلى الأراضي الإسرائيلية لشن هجمات ضد الجنود الإسرائيليين على حد تعبيرهم. قال وزير الطيران المدني المصري حسام كمال إن تحليل الصوت في الصندوق الأسود للطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء سيتم عبر أجهزة معينة غير متوفرة في معظم دول العالم، حيث سيتم نقل آخر 7 ثوان من تسجيلات الصندوق الأسود إلى إحدى الدول المصنعة للطائرات التي توجد فيها هذه الأجهزة لتحليل الصوت وأسبابه. وأوضح أنه سيتم خلال 2 نقل حطام الطائرة من موقع الحادث إلى إحدى مطار القاهرة إلى إحدى قاعات أو مركز في مطار القاهرة تحت إشراف اللجنة الفنية المشكلة للتحقيق في الحادث تمهيدا لفحص الحطام. أفادت الشرطة التايلاندية بأن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون بانفجار عبوة ناسفة في إقليم باتاني الذي يشهد تمردا. ووقع الانفجار عند حاجز تفتيش في قرية خوكفو في إقليم باتاني جنوب البلاد، وهو أحد 3 أقاليم يقاتل المتمردون فيها لنيل مزيد من الحكم الذاتي. وذكر مسؤول في الشرطة أن القنبلة زرعها متمردون، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة. بعد الفاصل، حمادي بعد لقائه عودي فلننتخب رئيسا لنحن لبنان. استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي وفدا من اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب مروان حمادي. وتم خلال اللقاء البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة ومنطقة الشرق الأوسط. أشار حمادي إلى أن البحث تناول الوسائل التي يمكن أن تخرج البلاد من المأزق الموجودة فيه في إطار البركان الإقليمي. استنكرنا طبعا معا ما جرى بالأمس من اعتداء على منطقة عزيزة على قلبنا، على برج البراجني وأهلها، كما توقفنا كثيرا على التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط والمنعكسة على لبنان، دعينا إلى مزيد من التفاهم اللبناني لإخراج لبنان عبر انتخاب رئيس للجمهورية. قبل 2 من انتخابات نقابة المحامين، سأل النقيب جورج جريج عن أسباب تأخر انتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب. جريج وفي مؤتمر صحفي عقده في النقابة لإطلاق كتاب حمل عنوان 2 سنة من العمر، أكد على أهمية محاربة الفساد المستشري في المؤسسات، مجددا وقوف المحامين إلى جانب الدستور والمؤسسات. أيها المسؤولون، نحن على مسافة 2 من انتخابات حرة في نقابة المحامين، من انتخابات تختم وتطبع بانتخابات لبنانية 100%، وهذه النخبة التي تنتخب 1 في 15 تشرين الثاني تسأل لماذا لا يتم هذا الانتخاب عند ما نسميه النخبة في مجلس النواب، وليتم انتخاب رئيس الجمهورية وتعود السلطات إلى لعاب دورها.
ترأس وزير العمل سجعان قز اجتماعا للجنة الحوار المستدام حضره رؤساء الهيئات الاقتصادية وقيادة الاتحاد العمالي العام ومندوبون عن عدة وزارات. وقد أكد قز للمجتمعين على أهمية إحياء عمل هذه اللجنة وعدم تعطيلها أسوة بغيرها من المؤسسات الرسمية المشلولة. قدم منسق عام تيار المستقبل في المنيا المحامي بسام رملاوي استقالته من مهامه لأسباب تتعلق بتوليه مسؤوليات أخرى. وقد وافقت الأمانة العامة لتيار المستقبل على استقالة رملاوي وأشادت بمناقبيته وجهوده التنظيمية خلال توليه مسؤولياته. تصل إلى نهاية هذه النشرة، لنذكركم بأبرز العناوين. برج البراجنة تلملم جراح التفجير الإرهابي المزدوج، حمود يعلن أن العملية نفذها انتحاريان، وصقر يقول أن الوعي الأمني أنقذ الشمال أيضا. اجتماع وزاري أمني في السراي، وسلام يؤكد أن جريمة الضاحية أدمت كل لبنان داعيا لمزيد من التنسيق الأمني. قوات البشمركة تحرر سنجار من تنظيم الدولة، وداعش يعدم عناصره الفارة من المدينة. النشرة انتهت، شكرا لكم وإلى اللقاء.